أصدر إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا بتشكيل فريق عمل وطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة للعام 2020، وذلك بغرض المعالجات الشاملة للمرتبات والأجور في الخدمة المدنية وإزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة، ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وذلك من أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وانهيار القوة الشرائية للمواطنين كنتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد. كشف المدير العام للشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد عن اختفاء مليون دولار في قطاع الكهرباء، وبان أنهم التزموا مسار القانون بفتح بلاغ وإحالة الملف للجهات العدلية لتقرر أين ذهبت المبالغ المالية. وقال سليم في لقاء مع مدراء الإدارات العامة والعاملين بالشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، قال إن الوزارة لن تعمل على تشريد العاملين بقطاع الكهرباء، بل ستضع الكفاءات في أماكنها للنهوض بالقطاع، وأكد العمل الجاد لاستقرار التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف. حطت بمطار الخرطوم الدولي اليوم الجمعة الطائرة السودانية إيرباص قادمة من أوكرانيا بعد اكتمال عملية صيانتها، وكانت الطائرة قد أثارت الجدل في السودان، واتهمت جهات مدير شركة سودانير بتهريبها إلى خارج البلاد. وسابقا كان مدير الخطوط الجوية السودانية سودانير ياسر تيمو قد أعلن عن صيانة طائرة الشرطة في أوكرانيا بتكلفة تقدر ب 700 ألف دولار. رهن عدد من الخبراء تنفيذ الخطط المعدة لتوفير مياه الري بمشروع الجزيرة بإصلاح الضلع المؤسسي والتشريعي، وذلك لجهة أن الأجسام الإدارية المختلفة والتشريعات التي تنظم العلاقة بينهما هي الضلع الثالث المكمل في عملية الري. ولفت الخبراء لجملة من التحديات في جوانب القوانين والتشريعات القومية بسبب أنه لم يطرأ أي تحديث في مضمون القانون إلا فيما يتعلق بقانون مشروع الجزيرة، حيث إن قانون الري والصرف لسنة 1990 ظل كما هو دون أي تحديث أو تحسين أو مراجعة حتى العام 2016، غير إضافة لائحتين الأولى لتنظيم سحب المياه الجوفية لعام 2016 والثانية لتراخيص الري والصرف العام لعام 2016، وتشمل تلك الجوانب البساطة وعدم الوضوح وضعف العقوبات وعدم وجود الردع.